ان نرحب فيكم اليوم في جناح شركة رويال الطبية، الشركة السعودية الأكبر في المجال. حرصنا ان نكون موجودين اليوم في دبي ديرما بحكم انها وجهة لتبادل الخبرات وايضا تعزيز الشراكة الاستراتيجية واستقطاب الكوادر في المجال من كل جميع دول العالم. حقيقة اللي رأيناه في المعرض عمل جبار وجهود يشكرون عليها، والشركة بناء على سياساتها الداخلية تحرص كثير على هذه التجمعات العالمية. نخرج بمخرجات جيدة في تبادل الخبرات، تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الشركات في المجال، وأيضا استقطاب الكوادر ذات الخبرة في هذا المجال. حياكم الله اليوم ونرحب بكم بأي وقت في جناح رويال الطبية. مرحبا فيكم.